جات لي أسئلة كتير من العيانين بيسألوني على الفرق ما بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي والفرق ما بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. حقن مجهري وأطفال الأنابيب الاثنين تحت مسمى كبير اللي هو الإخصاب المعملي. في الحقن المجهري أنا بحقن كل بويضة بحيوان منوي واحد تحت ميكروسكوب مخصوص جدا جوه المعمل، وده بيكون في حالات العقم بسبب ضعف في الحيوانات المنوية. أطفال الأنابيب أنا بعمل إخصاب في المعمل بدون حقن الحيوان المنوي جوه البويضة، وفي النهاية بنقل أجنة متخصبة في رحم الزوج. التلقيح الصناعي الحمل بيتم داخل الرحم عن طريق حقن الحيوانات المنوية المتحضرة بطريقة معينة داخل الرحم وقت التبويض، وبالتالي الحمل بيتم بشكل طبيعي داخل جسم الزوجة والإخصاب مش بيتم في المعمل.